السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد أو في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على قائمة تصميم في برنامج مايكروسوفت أوفيس باوربوينت. لأي حد ما شاهدش الدروس السابقة، نحب بس ننوه أن الدرس هذا عبارة جزء من سلسلة يتم فيها شرح طرق أو طريقة استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس باوربوينت، اللي هو واحد من حزمة برامج الأوفيس المكتبية. وسبق وتم شرح العديد من الدروس في السابق، ولأي حد ما شاهدهمش حيكونوا الروابط الخاصين بالسلسلة في أسفل الفيديو، وحيتم ظهور اللينك أو الرابط الخاص بالسلسلة كاملة في نهاية الفيديو. في الفيديو هذا حنتعرفوا على قائمة تصميم، اللي هي واحدة من القوائم الموجودة في البرنامج، أو بالإنجليزي اللي هي عبارة على ديزاين. في القائمة هذه ما فيش هلبة خيارات، أو ما عندناش الكثير من الخيارات، يعني هي عبارة عن قائمة بسيطة معنية بالتصميم اللاي اوت، أو فعليا معنية بتصميم السلايد أو البيج نفسها، أي تصميم الصفحة. يعني احنا عندنا زوج صفحات، مثلا عندنا صفحة في السكشن الديفولت سكشن، وعندنا سكشن ثاني اللي هو افتر بريك. فعندنا زوج سلايدات أو زوج صفحات، نقدر نعدل التصميم متاعهم أو تصميم السلايد أو البرزنتيشن كله من خلال قائمة ديزاين. يعني مثلا على سبيل المثال، في السابق قلنا ونوهنا أن عندنا تمبلتس أو قوالب جاهزة للتصميم، يعني أنا مش محتاج أني نصمم برزنتيشن كامل بتصميم وألوان وأنواع خط وألوان خط من الصفر. يعني نقدر نستخدم قوالب جاهزة ومرتبة ومنسقة بترتيب معين ونسق معين. في قائمة ديزاين نقدر نختار شيء هذا، يعني بعد ما انت تختار بلانك برزنتيشن زي ما احنا سبق واخترنا في الدرس الاول، يعني اخترنا برزنتيشن فارغ او فاضي من البداية، يعني صفحة بيضة بس في البداية، نقدر نجي هنا يعطيني خيارات لكل القوالب الجاهزة الموجودة المجانية، ونقدر ندير براوز فور themes اللي هو حيعطيني حتى من النت، نقدر نبحث على مثلا برزنتيشنز ليهم او سلايد او برزنتيشنز قوالب جاهزات ليهم علاقه بالتعليم، قوالب جاهزات ليهم علاقه بالبزنس، قوالب جاهزات ليهم علاقه بالفنون، وكذلك ذلك الى اخره. او نقدر ندير حفظ لتيم معين، يعني بعد مرات نصمم قالب معين ندير له حفظ كقالب. فمثلا نقدر نختار اي قالب من القوالب المجانيه الموجوده، مثلا نختار هذا. بمجرد ما نختاره حيتم تطبيقه. انا فعليا كنت مختار البرزنت سلايد هذا، فتم تطبيقه عليه. وبعد ما نختار السلايد هذا الفعلي اللي انا حاليا مشكله، نقدر نختار لون للقالب هذا، يعني القالب هذا هو اعطيني اللون الافضل لي او الديفولت او الاعتيادي لي اللي هو البرتقالي. نقدر نختار من التشكيله هذه، نختار لون من الالوان المتوفره للقالب، او نقدر نفرض الوان جديده خط الالوان هذه اللي هي نجي من كالرز ونلقى مجموعه تركيب خط التركيب الأربعة اللي هو عطيهم لي في البداية. نختار أي شيء أنا نبيه، وبمجرد ما ندير نيو سلايد حيفرض لي نفس الثيم للسلايدات الجديدة، يعني حيعطيهم لي، وتم تطبيقه حتى للسلايد الأول، يعني حيعطيني هذا. ونقدر أنا ما نبيش نفس التشكيلة للسلايد اللي قبله، زي ما تعلمنا في الدروس السابقة أن نجيه بعتالي نجي لي هوم، ثم نجي لي لاي أوت، ونختار أي شكل ثاني أنا نبيه للسلايد هذا نفسه بنفس نسق وتصميم القالب اللي انا اخترته. اما بالنسبه للخيارين الاثنين اللي موجودين هنا، بالنسبه للسلايد سايز فهو يتحكم في حجم السلايد نفسه. احنا حاليا زي ما تشوف فيه هذا حجم السلايد الخاص بنا، نقدر نغيره نخليه اكبر او اصغر خلال المرحله التصميميه اللي هي مثلا جيل ستاندرد. احنا حاليا مختارين الوايد سكرين، هي شاشه العريضه. نقدر نجو الستاندرد، في زوز خيارات هو الماكسمايز او انشور فيت. لو تشوفوا حجم السلايد يتغير. اما بالنسبه ونقدر طبعا نرجع للخيار الاول اللي هو الوايد سكرين بس بالضغط عليه. اما بالنسبه للخيار الاخير في قائمه تصميم او ديزاين اللي هي الفورمات باك جراوند، الخيار هذا حيفتح لنا قائمه جانبيه جديده اللي هي هذه الخيارات اللي هي الفورمات باك جراوند. الخيار هذا معني بكل التصميم او كل اي شيء يتعلق بتصميم او تعديل التصميم الخاص بالسلايدات الموجوده في وسط البرزنتيشن، وكل سلايد على حده او سلايد محدد. يعني انا حاليا محدد السلايد هذا مثلا على سبيل المثال، نبي نغير لون الخلفيه الخاصه به، نجي لي فيل، هذا الخيار بتاع فيل او تعبئه، نلقى السوليد فيل او تعبئه كامله، يعني مش تعبئه منقطه او تعبئه في منطقه معينه، تعبئه كامله للصفحه هذه كلها. ممكن نختار اي لون انا حابه يتم تلوينه به. نقدر ندير جريدينت فيل اللي هي التعبئه المدرجه، يعني على سبيل المثال اعطيني ثلاثه او اربعه، خلينا نحذف واحده خلي ثلاثه بس، وطبعا نقدر نزيد على حسب ما نبي منهم هادو، وحنعرف هم شنو وظيفتهم. هذه فكرتها ان نختار اكثر من لون، وبدل ما نعبي الخلفيه الخاصه بي بلون واحد بس نعباها بثلاثه الوان. يعني نقدر نختار الاولى مثلا نعطيها لون اخضر،
الجيل الثاني على سبيل المثال نعباها بلون احمر، والثالثه نعباها على سبيل المثال بلون ازرق. لو تشوفوا ان الخلفيه الخاصه بي تلونت بثلاث الوان، ونقدر نعدل التدرج نتاع الالوان وكميه كل لون قداش من خلال ان نحرك هذا. اما بالنسبه لثالث خيار اللي هو بيكتشر اور تكتشر فيل، هو انا نعبيه بصوره. حاليا انا مش مختار اي صوره، لكن نقدر نجي بعد ما نحدد الخيار هذا نجي لي فايل نختار اي صوره موجوده على الجهاز حتكون هي الخلفيه نتاع سلايد او صفحه هذه. اما بالنسبه اللي بعده اللي هو الباترن فيل، الخيار هذا يعطيك خلفيه بلون معين لكن منقطه. يعني نقدر نختار انا الفور كلر ليها اصفر، ونختار الاصفر مع الاكحل او اللون اللي انا نبيه، ولكن مش سوليد فيل، يعني فيها لازم تكون فيها زخرفه باي نوع معين. انا شخصيا نفضل غالبا في اغلب الاوقات انه يكون سوليد فيل، لانه هو عباره على هو الاكثر احترافيه في الموضوع، يعني هو اللي يبين ان شغلك احترافي ورسمي وجدي. الا طبعا ممكن يتم استخدام الانواع الثانيه في حاله ان البرزنتيشن يتطلب الشيء هذا. حاليا نقدر نقول بان الدرس هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا منه وكان قصير بالنسبه لكم، وتعرفتوا على الخيارات الموجوده في قائمه تصميم او ديزاين في برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. ان شاء الله نتلاقى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.